أدواراً تراثية وزراعية واقتصادية مهمة يقدمها مهرجان ليوا للرطب بوصفه ملتقاً سنوي يبرز جهود أبوظبي في استدامة التراث المعنوية والتوعية بالزراعة الحديثة، ويجمع المزارعين والخبراء ورواد الصناعات والشركات ومراكز البحوث حول أهداف مشتركة تركز جميعها على دعم قطاع الزراعة والإسهام في استدامته. نحن اليوم نواجه تحدي كبير بالنسبة للمياه الجوفية، هو نضوب الكثير من الأبار، وطبعا ارتفاع الملوحة على نطاق واسع بالنسبة للمزارع. الحمد لله المحطة هذه لاقت إقبال كبير من أصحاب المزارع لأنها اقتصادية من ناحية الكهرباء ومن ناحية الصيانة. تتميز هذه المحطة كأن فيه عمر افتراضي للممبرينات اللي هن هذيل اللي يعملن التناضح العكسي 10 سنوات، إن شاء الله نحن نقول زيادة من 10 سنوات بسبب الابتكار اللي عملناه في عملية التنظيف، لأن نعرض الفلتر هذا أو فلتر ترشيح لضغط عالي بحيث أنه يطرد الأملاح اللي جايتنا من الماء المالح 100%. من داخل أجنحة مهرجان ليوا للرطب تنتشر العديد من الابتكارات الزراعية الحديثة التي تمت بأياد إماراتية لتواكب البيئة المحلية، بجانب العديد من المنتجات الغذائية والصناعية المختلفة التي أبدع فيها مواطنون لاستخلاص أفضل المنتجات الزراعية المتميزة من النخلة المباركة. السنة هذه احنا اشتغلنا في قمة النخلة من خلال السعف النخيل وبالذات ورق النخيل، بعد الاختبارات والفحوصات اتضح لنا أن الورق النخيل يحمل قيمة غذائية عالية جدا من زنك، البروتين يوصل فيه لغاية 8%، المغنيسيوم، المعادن أيضا والمواد المضادة للأكسدة. يحرص عشاق زراعة النخيل والمهتمون بها من مختلف الجنسيات على متابعة المهرجان الذي يحتضن مساحة تزيد على 12,000 متر مربع، فمن بين السوق الشعبي وأجنحة الجهات الراعية والداعمة والمشاركة ومحال بيع الرطب ومنتجات التمور وما يرتبط بالنخيل، يجدد زوار المهرجان علاقتهم الوثيقة المرتبطة بالنخلة.